يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. قبل ما ارجيكم هالوصفه الظريفه، قلت لارجيكم هالورده اللي عم تفتح عندي هلا، هي العقربه هي، وتفتيحها كثير حلو، فحبيت احطها على الطاوله وارجيكم اياها قبل ما ابدا بالاكله. وي رح اقول لكم هلا شو هي الأكلة. شغلة شوربة كتير سهلة وظريفة وأكلة تراثية بإسبانيا، بكل إسبانيا معروفة، شوربة التوم، يعني لو مو كلها يعني توم بس اسمها شوربة التوم. ممكن تتساوى إذا عندكم مرقة دجاج ومرقة لحمة أو بمي عادية اللي بتحبوه، يعني ما مشكلة إذا ما عندكم مرقة لحمة أو مرقة دجاج. أنا بما أنه عندي رح استعملهم، بس ممكن مي عادية تسوى وتطلع نفس الشيء طيبة. هي فيها هي مي أو مرقة، زيت بلدي أو زيت زيتون مثل ما بنقله، سنين توم، يعني سن توم كبير لكل شخص إذا كنت تعمل. أنا رح أعملها لشخصين بس. بيضتين، كمان البيض إذا بتحب تحطه أو ما تحطه كمان نفس الشيء. بابريكا، عنا هون المنطقة بإسبانيا بيساووا البابريكا كتير ظريفة ممتازة، مشهورة يعني إسبانيا فيها هي بابريكا. خبز محمص، يعني ممكن خبز عندكم من قبل بيوم يابس كمان تقسموه شقف وتحمصوه، أو خبز موجود يعني عندكم، أنا اشتريته جاهز الحقيقة، ظريفة لقيتها قلت يلا هلا رح أحط من هدول الخبزات لأنه زراف هيئتهم وبتشهي. وإذا بتحبوا عندكم دبس فليفلة بتقدروا تحطوا لكم معلقة دبس فليفلة، بيعطيها كمان طعمة كتير ظريفة. طبعا قبل ما نبدأ أي شيء، تغسيل الإيدين يعني مهمة كتير. وهلا هي عندي أنا السنين التوم رح أعملهم شرحات. الحقيقة هون كتير بيساووها للعشاء، يعني وقت واحد ما بيعرف شو بده يعمل شو بده ياكل بيساووا هالشوربة هي، معروفة كتير يعني. هاي هلا شعلت الغاز هلا وراح احط اول شيء زيت، يعني 3/4 معلقه، هي معلقه وهي تنتين. انا راح احط ثلاثه بما انه عامله مرقه دجاج عندي، فمشان هيك راح احط ثلاثه بقدي هلا. وهي راح ننزل الطماط، يعني اذا بتحبوا تحطوا ثلاث سنان عواض سنين كمان ممكن. يعني هلا نحمرهم شوي ليحمروا، بننزل الخبزات. هو انا ما انه مأمرين، يعني بتقدروا تنزلوا الخبزات عشان تأمرون شوي مع الزيت. هلا بعد ما حمرناهم شوي راح احط الخبزات، عندي 75 غرام انا، يعني شوفوا انتوا حسب ما بتحبوا قديش. انا والمرقه عندي لتر، تحطوا لتر مي لتر مرقه مثل ما بتحبوا. تقدروا تحطوا معلقه زايده زيت وقت ما بيكون مأمر الخبز، اذا بدكم تأمروه بتقدروا تحطوا معلقه زايده من الزيت. انا مثل ما شايفين يعني مأمرين خلقه يعني الخبزات. هلا راح احط معلقه بابريكا، معلقه صغيره، وهي معلقه صغيره بابريكا. هاي البابريكا ما بدي اخليها كثير مشان ما تحترق يعني. صب بسم الله. انا ما راح احط اللتر، يعني بدهم تنقص 3/4 اللتر بيكفيني لشخصين، بيأدوا لشخصين هيك شيء 3/4 اللتر. هلا راح احط لها
معلقة صغيرة كمان دبس فليفلة. أنا جايبته جاهز، بيعطيها طعمة ظريفة يعني لون وطعمة. نخليها تغلي شي 5 دقايق، رح احط لها شوية ملح، لقيتها ناقص شوية لأنه هي ملقة لحمة فيها، بس لقيتها شوي ناقصة فحطينا لها شوية ملح. هلا بعد ما غليت شوفوا، رح لكل شخص بنحط له بيضة، في عالم بيحركوها في عالم بيحطوها هيك بحالة هيك، ورح احط هلا بيضة تانية، وهي البيضة التانية بسم الله. هلا طفينا، رح اسكبها بالزبدية، هي عم بسكبها قلت لأرجيكم اياها. على مهلكم مشان شغلات البيض هلا. شوفوا منظرها بهيك الشكل، الحقيقة بنصحكم فيها كتير طيبة، سهلة وسهلة وسريعة. هلا هي البيضة، هلا في عالم بيحركوها للبيضة وعالم ما بيحركوها بيخلوها، وهي هي منظرها النهائي. شوفوها يعني شوربة، بيقولوا لها رغم انه ما فيها كل هالقد يعني توم، بس بيقولوا لها شوربة التوم. شوفوا لي هالشوربة اللذيذة، وهلا رح ناخذ، شوفوا لي رح ناخذ البيضة هاي كمان. بسم الله، شوفوا ما بلازم تكون مستوية كثير هيك بهالشكل هذا، بسم الله يا سلام. والله شي بشهي، شي كتير طيبة يا سلام، كتير طيبة ولذيذة. ومثل ما بقولكم دائما ما حدا بيقول عن زيت وعكر. يلا مستودعكم، ان شاء الله تكون عجبتكم اكلتنا اليوم، وبدي اعتذر منكم بالفتره الاخيره مالي قدراني، ما رديت، اجاني الكورونا بعيدنا عنكم وكنت تعبانه كثير. الحمد لله هلا تحسننا وقلنا لها نعمل الشوربه هيك نفرفح قلبنا. يلا نشوفكم بالاكله الجايه ان شاء الله، الله معكم، مع السلامه. واذا عجبتكم الاكله لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ماله مشترك، وتفعيل الجرس عشان تصلكم اخر اكلات بسويها. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الاكلات اكثر من هيك بكثير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.